إيجاب. هدف البلجية يسخن بلغة الكرة، لكن العكس هو اللي حصل في صورة مفاجئة حضرت فيها صنعة محمد علي بن حمودة في دقيقة 35 لما استغل توزيع أشرف الزويري وغادت الحارس الغانمي في زاوية صعيبة. توزيعة من محمد جمعة خليج ومحمد علي بن حمودة يصعد أعلى من أمين المهذبي ويسجل هدف التعادل في 81 دقيقة لعب. في 30 دقيقة لعب تمريرة من إرنست زيد البكوشي توغل يحضر لمحمد علي بن حمودة بلمسة واحدة يباغت الحارس علي العيار. ترجع كرة خسيرة وهدف ثاني، هدف ثاني بإمضاء محمد علي بن حمودة. في الاستقبال يمهد لمحمد علي حمودة وتصويبة قوية يفر للفارق. الهدف نلعب دقيقة 15 على عباسي مهدي محمد علي حمودة محور الدفاع يفتح الرؤية قدامه والقية هدف أول للدناوية ضد مجرى اللعب. لعب تنس نور حضرية اللي ياخذ راحته في التوزيع بدقة. محمد علي بن حمودة بالراس يفتح النتيجة للدناوية في 9 دقائق لعب. يراوغ العياشي يرفع الكره على اليسار الهدف الثاني جدا التمرير من خالد يحيى الهدف الثاني للمنتخب الرياضي بالمرمى. خالد يحيى من اليسار يوزع هفوه من الحارس منتصر خمير محمد علي بن حمودة ما يرحمش يسجل افتتاح النتيجه. لا تقبل القسمة على اثنين واحد في حوار الامل الاخير امام مستقبل مرسى خطير بن حمودة هدف التعادل هدف التعادل بن حمودة بن حمودة يباغت الحارس منتصر خمير في بهتة في قلة تركيز في اضطراب بن حمودة يباغت دفاع مستقبل القصرين والحارس منتصر خمير ويعيد المباراة الى بدايتها 1-1 فسخ وعاود من جديد رغم محاولة منتصر خمير. We'll be right back.
بلد قبل صفر. محمد الكوكي أن تأتي من جديد. محمد علي بن حمودة سدد على العارضة والثانية تجيب هدف، ثانية تجيب هدف لصالح النجم الرياضي بالمتلوي بإمضاء فهمي المعواني. محمد علي بن حمود، محمد علي بن حمود، محمد علي بن حمود في هذا الهجوم يلوج على مساندة مرفوع الكرة عاد في المزلي طويلة الكرة. محمد علي بن حمود وفرصة التعديل ومش 41 قلعة في هذا الشوط الأول لعب المخالفة يمسها محمد علي بن حمود وهذا هجوم وإمكانية التعديل. محمد علي بن حمودة تبعتم المحاولة الأخيرة في سرق الهجوم. برهان الحكيمي التوزيع محمد علي بن حمودة والريفلكس للحارس رامي جريدي. التوزيع محمد علي بن حمودة، لكن نجم الرياضي بالمتلوي كان قريب من التهديف منذ دقيقة 48. محمد علي بن حمودة في محاولة فردية وتصويبته تصدم بالعارضة بعد ما تبعها الحارس معاذ بن شريفية. النتيجة محمد علي بن حمودة أخطر مهاجم في تشكيلة المدرب محمد الكوكي، يستغل توزيعة عاطف المازني في الدقيقة 77 وبلقطة فنية يصوب كرة خارج المرمى. توزيعة فهمي العمراني وبلقطة فنية يتخلص من مدافع لكن تصويبته عالية. حمودة تخطي الإيطار. كبيرة وأيضا الخبرة في التواجد في مناطق الجزائر، فرصة كبيرة في التواجد في مناطق الجزائر. ومرة أخرى محمد علي بن حمودة على مستوى القائم الثاني يضيع فرصة كبيرة لأحداث الفارق والكرة دي فيه خادم غرسل يتبع حمزة محمد علي بن حمودة عملية فنية يبعد على هاني عمامه لاعب ممتاز بصيرو بنبا بن حمودة في التمويه يبعد على هاني عمامه مرة أخرى متميز قلب. Let's go.
كانش عليه حتى تدخل. تنفذ محمد علي بن حمود اختيره ومروان بريك يخرج الكره. ركنيه لصالح بعملية فنية راوغ يحضر الفيدباك لبن حمودة. منتصر خميري يتصدى ترجع قدام خالد يحيى أمام شباك فارغة يضيع فرصة هدف محقق. تقبل مرسيس مجبالي على اليمين، هشام مجبالي مرفوعة كورته نحو بن حمودة. بن حمودة مازال محافظ على الكرة. وسط خالد يحيى الثقة 12 يصل الكرة في العمق من محمد علي حمودة لكنه ما اختارش لونجو الكرواسي والعملية مثلت انذار. طالانامبو طالانامبو طويلة الكرة البحث عن محمد علي بن حمودة. محمد علي بن حمودة تبقى ينتظر صعود زملائه. مرفوع الكرة في اتجاه محمد علي بن حمودة. خطير خطير بن حمودة، خطير من المهاجمين الواعدين بن حمودة. كانت له تجربة مع أكثر من فريق مع تجربة كرة بن حمودة في ظهر المدافعين. بن حمودة يلعب واحد اثنين مع بلال بن مسعود في العمق الكرة أمام المنظر الكبير. الكرة الطويلة والعالية اللي حكينا عليها والدوزيام بال ترجع المرة هذه لمحمد علي بن حمودة مع علي معلول. بن حمودة ياخذ الكرة نتاعو محاولة تسبب 13 هدف الركور يعمل علي معلول. كرة في وسط الميدان من بلال بن مسعود إلى سمويل فها. كرة محمد علي بن حمود بن حمودة لمسة قصيرة. بلال بن مسعود على الكرات في حوار مع محمد علي بن حمودة وهجوم المستقبل عنده الكرة يعمل لمسة. بلال بن مسعود فعل المعنى في هذه اللحظات وفي هذه الفترة الثانية يرفع كرة بن حمودة تمشي من هنيد يلعب كرة محمد علي بن حمود يخذها بالصدر. بن حمود يحاول التوزيع باليسار. صاحب خبرة كبيرة محمد علي بن حمودة ترجع رديف ونفس الشيء للفريق المضيف يستقبل منه محمد علي بن حمودة. لسعد الجزيري لسعد الجزيري لسعد الجزيري بن حمودة مخالفة مخالفة مرتكبة ضد في مناسبة أولى. بن حمودة مناسبة ثانية يسدد مازال اختر على دفاع نجم متلوي. النجم الرياضي متلوي كل اللقاءات الأربعة السابقة هذا اللقاء الخامس كانت فيها أهداف يعني. سلامة اللاعبين محمد علي بن حمودة قدامه سيسو كوكي موكو يعني مراوغة أولى حاول التسديد والمباغتة إلى إدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي أمام محمد علي بن حمودة اللي أيضا في وضعية دفاعية كيل بها في وسط الميدان أمام سعد بكير. محمد علي بن حمودة مباشرة